اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين إجابة دخلوا بداية من اليوم في إضراب بثلاثة أيام تبعاً لما وصفوه بعدم التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتفاق 7 جوان 2018. اتحاد إجابة أكد تلقيه رداً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالرفض فيما يخص تحديد جلسة عمل اليوم للاتفاق بشأن ضبط رزنامة تفاوض بخصوص الانعكاسات المالية للنظام الأساسي الجديد للأساتذة الجامعيين الباحثين. قرر اتحاد إجابة اعتماد الإضراب الإداري في شكله الأول بحجب أعداد فروض المراقبة والأشغال التطبيقية كمرحلة أولى. لاحظنا انه مشروع 2019 يحب يطيح الميزانيه الى 4.1% من ميزانيه الدوله بعد ما كانت 4.3% من ميزانيه الدوله. خذلنا لمده اكثر من 3 أشهر باش نعملوا نظام اساسي باش تكون عنده تفعيل التكعب الماليه، ولكن الوزاره تراجعت عن الخدمه اللي خدمناها ومارسنا زرت ولبسنا الشاره الحمراء منذ 7 نوفمبر وسجلنا تقدم في موقف الوزاره في مخطط النظام الاساسي ومشيت في الممشى اللي يحبوا يمشوا فيه الجامعين. يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضمنت الثلاثاء المنقضي في بيان توضيحي مواقفها من النقاط الواردة في الإشعار بالإضراب الصادر عن إجابة، وأكدت فيه أنه تم توضيح كل هذه النقاط خلال جلسة عمل حضرها ممثلون عن الطرفين الوزاري والنقابي. أرحب في الاستوديو بالضيف المعني بهذا الموضوع سي نجم الدين جويدة، المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين والباحثين التونسيين معروف اختصارا بإجابة. تبعت التقرير بالتأكيد، لا شيء يحدث، مطالبكم لم تلبى، أم أن الوزارة ربما تصم الأذان عن مطالبكم؟ مريتوا الآخر شكل نضالي اللي هو الإضراب وبثلاث أيام مش يوم واحد، لماذا؟ يعطيك الصحة على الاستضافة. نحب نرجع للتحرك النضالي هذايا والمرتبط باتفاق 7 جوان 2018. حاب نذكر اللي السنه الفارته خذنا تحرك نضالي اللي هو كان اطول تحرك واكبر تحرك في تاريخ الجامعه التونسيه، دام 5 أشهر و5 أيام، وكان الاساتذه الجامعيين نرفع فيه الشعار القاء على كفاءاتنا داخل جامعاتنا وطالبوا باحترام سلم التاجير في الوظيفه العموميه على حسب الشهائد العلميه. في آخر الإضراب هذايا من خلال الاتفاق اللي صار وكان تحت إشراف رئاسة الحكومة وزارة المالية قالوا السبيل الوحيد اللي نعمله خطوة نحو احترام سلم التأجير يكون من خلال مراجعة النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين والانعكاسات المالية ليه، وكان ثم بنود أخرى أيضا فيها انتداب الدكاترة المعطلين العمل والتشريك في إصلاح منظومة إيمد. انطلقنا في انجاح السنه الدراسيه السنه الفارطه لانه السنه الجامعيه كانت قاب قوسين وادنى من سنه بيضاء. نعم. واحنا استجبنا للدعوات اللي كانت من النواب من عديد الاطراف من الراي العام الوطني والجامعي، ونجحنا السنه الجامعيه حتى في اصعب الظروف في الصيفه وحتى الامتحانات اللي صارت حتى في شهر سبتمبر، وانطلقنا في ماراثون تفاوضي اللي دام اوت سبتمبر اكتوبر مع وزاره التعليم العالي حول مراجعه النظام الاساسي. اعطينا مقترحاتنا دراساتنا الامثله العالميه المقارنه، وحابين يكون ثم نظام اساسي اللي هو في مستوى المعايير الدوليه ويرتقي يعني بالاستاذ الجامعي وياسس الجامعه الغربيه. وين المشكل؟ الامور ماشيه تبدو، ما ثمش انصات، ما ثم قطيعه صارت في النص. الاشكال وين حدث الاشكال؟ الاشكال حدث اللي احنا في الاتفاق نتاعنا كان ثم رزنامة زمنية واضحة اللي يلزم يكون إنهاء الأشغال النظام الأساسي في موافقة شهر أكتوبر. نعم. واللي هو ما تمش احترامه، رغم اللي احنا نبهنا وزارة التعليم العالي من شهر أوت اللي يلزم نحترم الرزنامة هذه، واحنا مستعدين يعني باش نعملوا كل المجهودات، وهذاك علاش كانت اجتماعات ماراثونية عملنا حتى 60 ساعة من التفاوض. من بعد تم التجاوز اللي هو مش يكون تجاوز حتى لقرب شهر أو حتى أكثر من شهر. قلنا لوزارة التعليم العالي احنا اعطيناها مقترح نتاعنا في الانعكاسات المالية من شهر اوت، وكانت ديما صوت الاشراف تقول لا ما نحكيوش حتى لين يفعل النظام الاساسي. احنا كملنا المقترحات، قعدت هي حبت تعمل مزيد من المصادقة مع مجلس رؤساء الجامعات، قلنا احنا ما عندناش حتى اشكال لكن لازم نحترموا الزمن المحدد في الاتفاق. اخر حاجه طلبناها من الوزاره باش يكون ثم الوضوح والشفافيه لانه حسينا اللي ثم مراوغه، هذا يوم الجمعه هي كان ثم مراوغه من الوزاره في الخوض في الامور الماليه اللي هي حسب الاتفاق لازم تكون بدايه من 2019. طلبنا باش يكون ثم جلسه وتكون فيها رزنامه زمنيه
واضحه للتفوق. سي نجم الدين، ناخذ الراي الاخر معنا عبر الهاتف. سي المولدي الزواوي، المستشار المكلف بالنقابات في وزاره التعليم العالي، رحبوا بك سي المولدي. كنت تستمع لما تفضل به سيد نجم الدين. صددتم كل إمكانية للحل وأغلقتم الأبواب يوم الجمعة ورفضتم حتى إمكانية التواصل، هذا ما تقوله نقابة إجابة. لماذا وصل الأمر إلى هذا الحد سي المولدي إذا تسمع فينا؟ بارك الله فيك. السلام عليكم. سلام، مرحبا بكم، مرحبا بالضيوف والساده المشاهدين. في التوضيح بالنسبة لعدم استجابة الوزارة لجميع المطالب نتاع المسائل الجامعيين الباحثين، احنا قدمنا في اشواط باهية مع نقابة إجابة في النظام الأساسي. نعم. فما مازالت نقاط عالقة ونقاط غامضة. الأمور المادية. بالتوضيح، وأنت تعرف يلي مثلا ما عندناش نقابة واحدة احنا في وزارة التعليم العالي. عندنا نقابتين، الجامعة العامة نقابة الاتحاد العام التونسي للشغل. نعم. ونقابة إجابة. نعم. بالطبيعة احنا باش نعمل نظام أساسي هذا باش يكون على 20 سنة، على قدام على 20 سنة. معناها لازم يكون ثم نظام اساسي عليه توافق جميع الاطراف. المساله تتطلب وقت. المساله تتطلب وقت، ولا تعدد الاطراف النقابيه هو اللي صعب التواصل ربما او الوصول الى حل؟ شوف، هو النظام الاساسي يتطلب وقت. احنا عملنا مع نقابه إجابة وعملنا مع الجامعه العامه العديد من الجلسات. عملنا عمل ماراثوني في الثلاثه اشهر والاربع اشهر، عملنا عمل ماراثوني باش نتفادوا جميع الاشكاليات. وصلنا عملنا توافق في التوجهات نتاع زوج نقابات مع الاطراف الاخرى. عندنا منظمات اجتماعيه اخرى، وعندنا زيد كيف راي رؤساء الجامعات. حاليا وصلنا محسوب اكثر من 80% توافق في النظام الاساسي. مازال ثم نقاط عالقه وقاعدين نخدموا عليها. نقابه اجابه رات اللي لازم نصوتوا في الشان العيشات الماليه، عندها الحق هي كنقابه، دونك عندها منظورين نتاعها وعندها ضغط. معناها لازمها تتصوت في وعندها جدول زمني ايضا تمشي عليه. الجدول الزمني، شوف الجدول الزمني احترم كما في اتفاق 7 جوان. احنا كملنا مع نقابه اجابه في 26 اكتوبر 2018. تم احترام استشارات مع نقابه اجابه. لكن وقت اللي عندها ارى الراي نتاع نقابه اجابه لازم نشوفوا استشارات مع الاطراف الكل. وعندنا مجلس الجامعات المصادق على الاقتراحات الكل. نعم. مشينا في الاتجاه التوافق، ونتصور انا حتى نقابه اجابه معنا شافت اللي مشينا في التقدم في النظام الاساسي. مازال ثم نقاط عالقه في التاهيل الجامعي. ومازال ثم نقطة أخرى مازالت مع في النظام الأساسي، ومن بعد تشوفوا العشرة المالية. احنا أعطينا رأينا للنقابة الإجابة، قلنا لهم راهو من 26 نوفمبر 2018 مازالت عندنا 10 أيام هذه معكم، تكونت لجنة. تبقى معنا سي المولدي. يوسف معلق البرنامج عنده سؤال لو سمحت بإيجاز، تفضل. نكمل لك لا خليني نكمل لك هو السؤال لأن الوقت يضغط فعلا. السؤال سي المولدي هو أنه أنكم باشرتوا التفاوض مع إجابة. والقانون واللي فهمناه وكأنه الأمر يتعلق بنوع من الترضيات في التوازنات النقابية، والحال أن القانون واضح يقول لك التفاوض مع الطرف الأكثر تمثيلية. هذه إيش يقول لك القانون؟ إذا باش تمشيوا بهذه الطريقة وتعقدوا اتفاقات كما صار في السنة الفارتة، أنا أتذكر السنة الفارتة الجمعية الفارتة قريب تمر سنة بيضاء، وهذا بفضل وهذا بفعل ارتباك الوزارة في التفاوض. تفضل سي المولدي. احنا خلينا نكمل لك الجمله. احنا في الوزاره كونا لجنه فيها 5 ممثلين من وزاره التعليم العالي و5 ممثلين من رؤساء الجامعات باش نكملوا النظام الاساسي منا 26 نوفمبر، ومن بعد هذايا الدات باش نبداو نتفاوضوا في الانكشاف المالي. معناها لازم يكون عندنا فيرسيون زيرو نتاع النظام الاساسي للساده الجامعيين، ومن بعد نحكوا في الانكشاف المالي. ما نجمش تحكي في الانكشاف المالي وانت ما تعرفش شنو هو الرطب. عندنا الرطب فهمنا فاهم، مازالت الدرجات داخل كل رطب، ما تنجمش تتفاوض في الانكشاف المالي وما تعرفش شنو الدرجات، شنو هما التقييم، كيفاش يكون التقييم، الدرجات معروفه كل درجه كيفاش باش يكون وسلم التقييم للساده الجامعيين. طلبنا رزنامه للتفاوض على الامور الماديه، يعني رزنامه. وحتى قلنا لهم نجموا نبداو حتى بدايه من شهر ديسمبر، يعني حابين ناسسوا للوضوح في الاتفاق. ولهنا احنا مش ضد، احنا ضد. سي المولدي انت تو كي يقعد السيد وزير التعليم العالي متشبث موقف يقول لا حتى نكمل كل شيء ومن بعد نجم نعمل الرزنامه، هذا يحيلنا اللي ينجم يكون ما ثماش وضوح بالنسبه للوزاره. خاطر احنا كي نحكيو على الاتفاق لازم 2019 تكون ثم الانعكاسات الماديه هذه. احنا قلنا لازم نوضحوا الرؤيه. خليه سي المولدي يرد على كل هذه النقاط ونختم. انت تعرف ان مجلس الجامعات اول مره ينعقد استثنائيا، معناها في جمعة في كل في شهر، معناها هذه نهار 26 ولا هي الاجتماع الثالث معناها في شهر تاع رؤساء مجلس الجامعات.
يعني احنا كوزاره قاعدين نسرعوا اقصى ما يمكن في في في, في الاستشارات في التوافقات بين جميع الاطراف. ما جاوبتنيش سي المدير على سؤالي حول القانون. سؤال يوسف وماذا يقول في التفاوض يكون مع النقابه الاكثر تمثيلا؟ انا نشوف فيك ما تجاوب فيه على هذا. نحب نجاوب انا في بلاصه سي المولدي. استنى سي المولدي بربي اجابه ونختم بها بسرعه لانه الوقت ادركنا. تفضل. شوف علاش مش نقابه اتحاد الشغل علاش نقابه اجابه؟ احنا شوف وزاره التعليم العالي حابين تجاوبنا معنا الاشكاليات هذه معنا عدنا. شوف احنا عدنا النقابات لازم نصوروا في جميع النقاط. بعد يبقى الانكشافات الماليه مش مشكلة تشوفوا مع شكون باش نتفاوضوا مع الناس الكل احنا. باهي سي نجم الدين نختم معاك. نرجع للتعدديه لانه حتى كعملنا الاتفاق السنه الفارطه الاصدقاء في الجامعه العامه قالوا شنو نعملوا قضيه واتفاق غير قانوني وكله في الاخر صارت قضيه والاتفاق قانوني لانه احنا في دوله فيها حسب الدستور ثم التعدديه النقابيه حسب المعاهدات الدوليه حتى حكم المحكمه الاداريه في فقه القضاء اللي اقر التعدديه النقابيه في تونس ما عادش ثم زمن النقابه الواحده ولا الفكر الواحد. اليوم احنا بالعكس فرحانين اللي ثم تجربه فريده من نوعها صارت في الجامعه التونسيه اللي اول مرة نقروا التعددية النقابية بصفة حقيقية من خلال الاتفاق اللي صار في 7 جوان. اليوم احنا في المرحلة الأخيرة من الاتفاق هذايا واللي علاش نأكد على الضبابية لأنه طيلة التفاوض مع الوزارة نحسوا اللي ثمانية اللي هي باش تمشي بين 2020. احنا قلنا الاتفاق هو 2019 البدايه نتاعو 2019 ثم نقطه اخرى بالله ما نحبش نتجاوزها اللي هي بالنسبه للدكاتره المعطين العمل. في الاتفاق اللي عملناه في 7 جوان كان مكتوب واضح اللي يفتحوا خطط الانتداب في جميع الاختصاصات حسب احتياجات المؤسسات. اليوم السيد الوزير كي يتكلم في الاعلام يقول باش نفتحوا كان في اختصاص اللغات الاجنبيه واحنا عندنا نقص في جميع الاختصاصات، والدكاتره عملوا 3 سنوات ما تحلش الخطط نتاع الانتداب، وهذه مشكله كبيره وقاعدين يعيشوا في ظروف قاسيه، يلزم يكون اليوم ثم فتح الخطط الانتداب، والنقطه الاخيره يعني اللي هو حكايه كان على تاهيل النقله العالقه، نقول زاد راهو ملف المساعدين ملف حارق في الجامعه، الناس تبنات عليهم الجامعه التونسيه، اليوم يلزم يكون موجود عندهم الوجود نتاعهم. وفي نزل الختام اذا كنت حاب نعطيك اعطيتني كلمه ختام ديجا كلمة شكرا ختام في 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 برقيه في 10 ثواني. حاب نوجه تحيه لجميع الاساتذه الجامعيين اللي شاركوا في الاضراب اليوم، نكملوا التحفظ نتاعنا، نواصلوا النضال نتاعنا، نفعلوا الاتفاق اللي هو مش يكون بينيفيك للجامعه التونسيه للجامعه العموميه. سي نجم الدين جويده المنسق العام الوطني لاتحاد الاساتذه الجامعيين والباحثين التونسيين المعروف باسم اجابه، نشكرك على قبول الدعوه. سي المولدي الزواوي ايضا المستشار المكلف بالنقابات في وزارة التعليم العالي لك جزيل الشكر. الموضوع قد يستدعي حلقة أخرى بنقاش أوسع وبحيز زمني أكبر، هي فقط محاولة للفهم هذه المرة لما يجري في أروقة الجامعات وللأساتذة الجامعيين. نمضي للثقافة حتى نختم. موضوع في الكاف اختتم البارحة مهرجان المسرح والفرجة الشعبية في دورته الثانية. مهرجان للمسرح يأتي ليدعم التراكم والزخم الثقافي تاريخيا معروف الكاف بالموسيقى والمسرح، وقدمت للبلاد كثير من الأسماء المبدعة في الحقيقة. تقرير التالي لإيمان ماجد صغير، نعود مع ضيف معني بهذه التظاهرة.